الرئيس السيسي يوجه بتحقيق أقصى كفاءة إنتاجية واقتصادية لموارد مصر الزراعية. مدبولي يشدد على سرعة الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية على قانون التصالح في مخالفات البناء. الدفاع الروسية تعلن التوصل لهدنة بمجمع أزوفستال للصلب في ماريوبول لإجلاء الجرحى. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود وخطط الدولة في مجال الإنتاج الزراعي لتحقيق أقصى كفاءة إنتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع، وذلك من أجل تعزيز الأمن الغذائي ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محليا ودوليا. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة لمتابعة منظومة الصادرات الزراعية المصرية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة منظومة الصادرات الزراعية المصرية. وقد وجه السيد الرئيس بتكامل جهود وخطط قطاعات العمل المشترك بالدولة في مجال الإنتاج الزراعي بهدف تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية واقتصادية ممكنة لموارد الدولة المتاحة في هذا القطاع، من أجل تعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الاستراتيجية ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محلياً ودولياً، وربط الإنتاج الزراعي بالصناعات ذات الصلة، وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في العديد من التخصصات. وقد تم خلال الاجتماع استعراض موقف الصادرات الزراعية المصرية والتي تشمل 350 منتجاً زراعياً متنوعاً يتم تصديرها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، في مقدمتها الدول العربية والأوروبية، حيث سجلت الصادرات المصرية طفرة غير مسبوقة خلال عام 2021، وبلغ حجمها حوالي 5.6 مليون طن بقيمة قدرها نحو 3 مليارات دولار، ولتصبح مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح، وذلك بالإضافة إلى الصادرات الأخرى من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة. كما استعرض السيد وزير الزراعة مستجدات موسم حصاد القمح الحالي في ضوء الإجراءات التي كانت اتخذتها الدولة لتعزيز إنتاجية محصول القمح بزيادة المساحات المنزرعة بنحو 250 ألف فدان، وذلك بالتكامل مع المشروع القومي للصوامع والذي دعم قدرة الدولة على تعزيز السعة التخزينية الاستراتيجية، بالإضافة إلى زيادة أسعار التوريد وإضافة حافز استثنائي لتعظيم العائد المادي والاقتصادي للمزارعين والفلاحين. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تعامل كافة أجهزة الدولة بحزم وحسم مع أي حالة تعد جديدة على أراضي الدولة حفاظا على حقوق الدولة. وخلال اجتماع لمتابعة موقف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة وموقف التصالح في مخالفات البناء، شدد مدبولي على أهمية سرعة الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء لاتخاذ الإجراءات الخاصة بإقرارها. ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن عدد الطلبات المقدمة من المواطنين في ملف التصالح وصل إلى 2.8 مليون طلب، منها 1.16 مليون طلب في الريف.
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية متابعة إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية وتقديم المزيد من التيسيرات في هذا الصدد. وكلف مدبولي رئيس هيئة التنمية الصناعية باختصار كافة الإجراءات المطلوبة لإصدار التراخيص، بحيث تكون هيئة التنمية الصناعية هي الجهة الوحيدة المنوطة بالتعامل مع المستثمر الصناعي في هذا الشأن. جاء ذلك خلال اجتماع لمدبولي لاستعراض خطوات إقرار إعفاءات ضريبية ومنح المزيد من الحوافز للمشروعات الصناعية. وشهد الاجتماع استعراض المقترحات الخاصة بإقرار إعفاءات ضريبية مؤقتة لعدد من الصناعات المستهدفة والمقرر إقامتها داخل المجمعات العمرانية الجديدة، وكذلك في كل من المناطق الصناعية والاستثمارية والتكنولوجية والمناطق النائية، على أن تسري هذه الإعفاءات خلال فترة محددة تشجيعا لتلك الصناعات بهذه المناطق. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية في مصر والإمارات والأردن لدفع أطر التعاون فيما بينهما. ولفت مدبولي إلى ضرورة البناء على هذا الاهتمام والحرص على تحقيق التكامل في مختلف القطاعات بما يعود بالنفع على شعوب تلك الدول، وبما يمثل نواة لدائرة أكبر من التعاون العربي. وخلال اجتماع مدبولي بوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، تم بحث عدد من فرص التعاون الصناعي بين مصر والإمارات والأردن وفق رؤية تقوم على استثمار المزايا التنافسية لدى كل دولة، مثل توافر الخامات والطاقات البشرية وكذلك القدرات التكنولوجية وبيئة الأعمال المحفزة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي نجح في صياغة رؤية طموحة لتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات. جاء ذلك خلال مشاركة مدبولي في المؤتمر الموسع الذي نظمته غرفة التجارة المصرية الأمريكية بمناسبة زيارة وفد البعثة التجارية الخضراء الأمريكية إلى مصر، والذي يضم نحو 40 شركة أمريكية. وأوضح مدبولي أن الحكومة أصدرت مؤخرا حوافزا لتشجيع الاستثمار المتعلق بالاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي، مؤكدا على دعم الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص بشكل كامل لتحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة. في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزي الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية وأيضا مواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود الوزارة خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة. فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 378 عنصراً إجرامياً شديد الخطورة بنطاق 23 مديرية أمن، وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سرقة، سلاح، مخدرات، قتل، وضبط معهم 208 قطعة سلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 50 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 746 قطعة سلاح ناري، أبرزها 114 بندقية و67 بندقية آلية و36 مسدسا و528 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة العيرة و85 خزينة، إضافة ل1140 قطعة سلاح أبيض،
كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع. وترسيخاً لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 428,096 حكماً قضائياً، من بينهم 1637 حكم جناية، 151,786 حكم حبس، 213,147 حكم غرامة، و 61,526 حكم مخالفة. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 18 متهماً قاموا بارتكاب 36 حادث سرقة متنوع، وتم كشف غموض 91 حادث ما بين قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة، وضبط مرتكبوها بإجمالي 123 متهماً. وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها، تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1004 قضية إتجار في المواد المخدرة، من بينها أكثر من 82.5 كيلوغرام من مخدر الحشيش، وقرابة 263.5 كيلوغرام من نبات البنجو المخدر، وكمية من مخدر الهيروين تقارب 21.5 كيلوغرام، وعدد 26,158 قرص مؤثر، 91,395 قرصة ترامادول مخدر. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 21 مليون جنيه. كما تم ضبط قضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 20 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة. واصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 351 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 62 طن. ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 15.5 طن سلع، وفي مجال حجب وبيع بأسعار أزيد لمواد البناء تم ضبط 25 طن أسمنت. أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 21 طن. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 312 قضية، و12 قضية من بينها 100 قضية خبز ناقص الوزن، و85 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 14 قضية بمضبوطات أكثر من 192 طن أقماح محلية. أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون تأييده قرار السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلنطي. وأعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون يدعم بشكل تام قرار السويد، وذلك بعد إعلان رئيسة الوزراء السويدية. هذا وسبق أن رحب ماكرون بقرار مماثل اتخذته فنلندا في 12 من مايو الجاري. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلنطي الناتو لن يشكل تهديدا في ذاته، لكن موسكو سترد على عمليات الانتشار العسكري. وقال بوتين خلال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي في موسكو، قال إن الناتو بات أداة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.
فيما يتعلق بانضمام الأعضاء الجدد بما في ذلك فنلندا والسويد لناتو، أود أن أذكركم أن روسيا ليس لديها أي مشكلة مع هذين البلدين، لذلك لا يوجد تهديد فوري لروسيا بانضمامها لناتو، لكن توسيع البنية التحتية العسكرية في تلك المنطقة سيستدعي ردنا بوضوح، وسوف نحدد ما الذي يعتمد عليه هذا الرد على أساس التهديدات الناشئة من انضمام فنلندا والسويد لناتو. قال الأمين العام لمنظمة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس إن توسع حلف شمال الأطلنطي سيقود إلى زيادة التوترات في أوروبا. وبعد قمة لزعماء منظمة معاهدة الأمن الجماعي في موسكو، قال زاس إن التحالف يواجه تحديات تتعلق بمزيد مما وصفه بعسكرة أوروبا الشرقية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية التوصل إلى هدنة في مجمع أزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية لإجلاء الجرحى الأوكرانيين. وقالت الوزارة إن هناك وقفا لإطلاق النار في الوقت الحالي مع فتح ممر إنساني لنقل الجنود الأوكرانيين الجرحى إلى المؤسسات الطبية في نوفازوفسك. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الهدنة هي نتيجة لمفاوضات مع الأوكرانيين الذين تحصنوا في ممرات تحت الأرض في هذا الموقع الصناعي الضخم. أعلنت السلطات الأوكرانية أن قواتها صدت هجوما للقوات الروسية وتمكنت من استعادة السيطرة على جزء من الحدود مع روسيا في منطقة خاركييف الشمالية الشرقية. وقالت وزارة الدفاع إن الكتيبة 227 من لواء الدفاع الإقليمي 127 التابع لقوات خاركييف المسلحة تمكنت من طرد الروس وتمركزت على الحدود. من جهته قال حاكم منطقة خاركييف إنه فخور بالجنود الأوكرانيين الذين أعادوا الشارة الحدودية، موجها الشكر إلى كل من يناضلون لتحرير بلاده. يبدو أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بدأت تأخذ منحا آخر وسط عمليات كر وفر بين الجيشين الروسي والأوكراني في مناطق الشرق والشمال. أوكرانيا تستعد لمواجهة تكثيف للهجمات الروسية في منطقة دونباس في شرق البلاد التي جعلت منها موسكو أولوية في محاولة منها لتحقيق مكاسب ميدانية. وأعلنت موسكو أنها دمرت قاذفتي صواريخ من طراز S-300 ونظام رادار في منطقة سومي، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة أوكرانية مسيرة في منطقتي دونيسك ولوهانسك. وفي ماريوبول في أقصى جنوب دونباس يواصل الجيش الروسي القصف على مصنع أزوفستال الذي لا يزال يقاوم في هذه المدينة الساحلية الاستراتيجية بحسب رئاسة الأركان الأوكرانية، لكن القوات الروسية تواجه في الشمال مقاومة شرسة من القوات الأوكرانية التي تشن هجوما مضادا في منطقة خاركيف ثاني أكبر مدن البلاد. وأعلن حاكم مدينة لافيف في الغرب نجاح القوات الأوكرانية في تدمير صاروخين روسيين من نوع كروز في المدينة التي بقيت بمنأى عن المعارك منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا. وتؤكد كييف أن قواتها قتلت نحو 20,000 عسكري روسي منذ بدء المعارك. في المقابل أعلنت موسكو في 25 من مارس الماضي أن قواتها قتلت ما لا يقل عن 14,000 عسكري أوكراني، لكن مراقبين كثيرين يرون أن كلا الرقمين مبالغ فيه. أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن بيلاروسيا نشرت قوات عمليات خاصة على طول الحدود الأوكرانية فضلا عن وحدات دفاع جوي ومدفعية وصواريخ في ميادين تدريب بغرب البلاد. وأضافت وزارة الدفاع البريطانية أنه من المرجح أن يؤدي وجود القوات البيلاروسية بالقرب من الحدود إلى عرقلة القوات الأوكرانية ومنع انتشارها لدعم العمليات في منطقة دونباس. أفادت صحيفة درشبيغل الألمانية بأن الحظر المفروض على النفط الروسي يهدد شرق ألمانيا بعواقب اقتصادية.
من ناحية أخرى، خفض الاتحاد الأوروبي توقعاته لنمو منطقة اليورو خلال العام الجاري متوقعا معدلات تضخم عند 6.1% لهذا العام مقارنة مع التوقعات السابقة عند 3.5%. قالت وكالة الطاقة الدولية إن عائدات روسيا النفطية ارتفعت بنسبة 50% منذ بداية العام الحالي رغم القيود التجارية التي أعقبت العملية العسكرية في أوكرانيا. في غضون ذلك، استحوذت موسكو على الأصول الروسية في شركة رينو الفرنسية للسيارات، فيما أكدت رينو انسحابها من السوق الروسية وأكدت تنازلها عن أصولها في شركة لادا. أعلن نائب وزير المالية الأوكرانية خسارة بلاده نصف حجم صادراتها من الصلب والحديد بعد فقدان مصانع الصلب في ماريوبول. من جانبه، اقترح البرلمان الأوكراني تعويض الخسائر الأوكرانية بعد الأزمة من خلال الأصول الروسية المصادرة. قال محافظ بنك انجلترا المركزي أندرو بيلي إن المملكة المتحدة والعالم يواجهان خطرا كارثيا يتمثل في ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية جراء الأزمة الأوكرانية. وأوضح محافظ البنك المركزي أن مخاوفه تستند إلى مناقشات مع المسؤولين الأوكرانيين حول قدرة منتجي الحبوب وزيت الطعام الرئيسيين على تصدير السلع، مشيرا إلى أنهم بحاجة إلى الدعم للعمل على كيفية إخراج من البلاد. وأشار بيلي إلى أن التحذير يأتي في الوقت الذي تعيش فيه المملكة المتحدة بالفعل وضعا سيئا مع التضخم. حذرت المفوضية الأوروبية من التأثير الشديد للأزمة في أوكرانيا على الانتعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبي بعد جائحة كورونا، متوقعة ارتفاع الأسعار بشكل أسرع مما كان متوقعا هذا العام. وخفضت المفوضية من توقعاتها للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو في عام 2022 بمقدار 1.3 نقاط إلى 2.7%، وزادت توقعات التضخم بمقدار 3.5 نقطة إلى 6.1. ذكر البنك المركزي الأوروبي أن ضعف اليورو في أسواق العملات قد يهدد الجهود لتوجيه التضخم نحو الهدف المستهدف هذا العام والمتمثل في استقرار الأسعار. وسجل نمو أسعار المستهلكين رقما قياسيا جديدا الشهر الماضي في منطقة اليورو، حيث وصل إلى ما يقرب من 4 أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%. أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن أسعار الجملة في ألمانيا ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 23.8% على أساس سنوي، وهو أكبر ارتفاع خلال عام واحد منذ بدء المسح عام 1962. وبحسب البيانات، تسببت الأزمة في أوكرانيا في زيادة أسعار بيع الجملة للمواد الخام والطاقة على وجه الخصوص، وكذلك أنواع مختلفة من المواد الغذائية. أعلن البنك المركزي الإيطالي ارتفاع الدين العام للحكومة الإيطالية إلى 2.76 يورو في مارس الماضي مقارنة بنحو 2.73 يورو فبراير. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الملكية الأجنبية لديون إيطاليا تراجعت إلى 2
إلى 28.2% في فبراير بعد أن كانت 28.6% في يناير، كما تراجعت حيازة الأجانب من الأوراق المالية العامة الإيطالية بواقع 22.4 مليار يورو لتصل إلى 676.77 مليار يورو في فبراير. أعلن رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكرين فهد البترول في البلاد لعدم تمكن السلطات من تسديد ثمن واردات أساسية. وحذر رئيس وزراء سريلانكا في خطاب ألقاه من أن بلاده التي أعلنت تخلفها عن سداد ديونها الخارجية قد تواجه المزيد من الصعوبات في الأشهر القادمة. وسط أزمة اقتصادية متصاعدة في البلاد، لا تزال الطوابير ملمحا رئيسيا في العاصمة السريلانكية كولومبو للحصول على الوقود وغاز الطهي والأغذية والأدوية. وعانى مواطنو سريلانكا على مدى أشهر طويلة من الوقوف في طوابير للحصول على المواد الأساسية التي يأتي معظمها من الخارج، حيث تقف الدولة الواقعة في المحيط الهندي على شفا الإفلاس، وتحتاج البلاد إلى سداد 7 مليارات دولار من الديون الخارجية هذا العام من أصل 25 مليار دولار مستحقة بحلول عام 2026، حيث تقول وزارة المالية إن الدولة لديها حالياً 25 مليون دولار فقط من الاحتياطات الأجنبية الصالحة للاستخدام. وتخلفت سريلانكا الشهر الماضي عن سداد ديونها الخارجية البالغة 51 مليار دولار بعدما نسف وباء كورونا قطاع السياحة الحيوي بالبلاد. إضافة إلى هذا، تتواصل منذ أسابيع تظاهرات ضخمة تطالب بتنحي غوتابايا راجابكسا رئيس سريلانكا بسبب ما يصفه المتظاهرون بسوء إدارته للأزمة الاقتصادية المتفاقمة. وقالت جبهة التحرير الشعبية اليسارية إن تنظيم انتخابات وطنية جديدة هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالي، لكن من غير المرجح أن تكون الحكومة التي تعاني من ضائقة مالية كبيرة قادمة تكاليف الانتخابات أو حتى طباعة بطاقات الاقتراع في وقت أدى النقص في الورق إلى تأجيل امتحانات المدارس. التاسعة متواصلة وتتابعون فيها. ماكرون يعين وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة للوزراء كأولي امرأة على رأس حكومة فرنسية منذ 3 عقود. أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن إعلان النتائج النهائية للانتخابات سيتأخر، مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن 49 مقعدا حتى الآن موزعين على 7 دوائر انتخابية على أن تصدر باقي النتائج تباعا. وأوضح مولوي أن نسب الاقتراع في الداخل والخارج كانت جيدة وليست منخفضة، مشيرا إلى أن الحديث عن فقدان صناديق اقتراع غير صحيح. النتائج اللي كانت عم تطلع على وسائل الإعلام هي نتائج كانت مبدئية منا نهائية، لأنه تصبح النتيجة نهائية بعد تأكيدها من قبل القاضي، ثم بعد توثيقها من قبل اللجنة العليا، وبعدين بتوصل لعنا، لأنه النتائج الأولية الموجودة في المحاضر تبقى أولية لحين البت بها، ثم البت بالاعتراضات، ثم البت بالأوراق التي يعتبرها رئيس القلم باطلة أو غير صحيحة من قبل القاضي لاحتسابها أو لعدم احتسابها تطبيقا للقانون. نحن ما منتدخل بعملية الفرز، نحن منأمن سلامتها، إنما القرارات اللي بتتخذ بأثناء عملية الفرز بتعود للقضاء. رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غرونبرغ بانطلاق أول رحلة تجارية من مطار صنعاء منذ نحو 6 سنوات ضمن تنفيذ اتفاق الهدنة. وأكد المبعوث الأممي على أنه يتم بذل جهود مكثفة لدعم الأطراف في الوفاء بجميع الالتزامات التي تعهدوا بها عند اتفاقهم على الهدنة.
أعلن قصر الإليزي في بيان له أن الرئيس إيمانويل ماكرون عين وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة للوزراء لتكون أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة الفرنسية منذ أكثر من 3 عقود. وينظر إلى بورن البالغة من العمر 61 عاما على أنها تكنوقراط قادرة على التفاوض بحكمة مع النقابات، مع التزام الرئيس وضع حزمة جديدة من الإصلاحات الاجتماعية التي أدت إلى اندلاع احتجاجات. من جانبه قال رئيس الفرنسي إن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس عمل مع فريقه منذ ما يقرب من 2 بشغف والتزام في خدمة فرنسا. وأعرب الرئيس الفرنسي عبر تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر عن فخره بالعمل الذي تم إنجازه والنتائج التي تم تحقيقها. أشاد المجتمع الدولي بانتخاب حسن الشيخ محمود كرئيس للصومال، ودعاه إلى تولي مشاكل البلد غير المستقر في القرن الإفريقي الذي تشله أزمة سياسية عميقة منذ أكثر من عام. من جهته دعا الرئيس الجديد في خطاب ألقاه بعد تنصيبه إلى الوحدة بعد أكثر من عام من الصراعات السياسية. هذا وانتخب النواب الصوماليون حسن شيخ محمود في مواجهة الرئيس المنتهي ولايته محمد عبد الله محمد. وهنأت الأمم المتحدة الرئيس المنتخب وأشادت بالأجهزة السياسية والأمنية في الصومال لضمانها انتخابات منظمة وآمنة وسلمية. بعد انتخابات ماراثونية تنافس فيها 36 مرشحا لرئاسة الصومال، فاز حسن شيخ محمود برئاسة البلاد للمرة الثانية في تاريخه بعد انتخابات طال انتظارها. محمود البالغ من العمر 66 عاما والذي حكم الصومال من عام 2012 وحتى عام 2017 تفوق على الرئيس السابق محمد عبد الله محمد بأغلبية 214 صوتا مقابل 110 أصوات في جولة إعادة ثالثة. وتتبع الانتخابات في الصومال نموذجا معقدا، حيث يختار المشرعون في الولايات ومندوبون عن العشائر نواب البرلمان الوطني الذين يختارون بدورهم رئيس البلاد. وبعد أن أدى القسم الرئاسي ألقى الرئيس الجديد خطابا استخدم فيه لهجة تصالحية وشدد على ضرورة المضي قدما في بناء البلاد. وتعهد محمود الذي يعتبر أول رئيس صومالي يفوز بولاية رئاسية ثانية بتحويل بلاده إلى بلد ينعم بالسلام ومتصالح مع العالم. وسيواجه الرئيس الجديد خلال ولايته العديد من التحديات التي من أبرزها الجفاف الحاد الذي يهدد نحو 5 ملايين مواطن ويجعلهم عرضة للمجاعة. ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المبتكرين ورواد الأعمال وجميع الأطراف المعنية بما يتواكب مع المستجدات والتغيرات التكنولوجية المتسارعة. على وقع اهتمام الدولة بالابتكار وريادة الأعمال كأداة فعالة لتنمية الاقتصاد ومجالاته المتعددة، جاءت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ. المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ناقش استيضاحا بشأن سياسة الحكومة حول منظومة الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال ومواجهة التحديات المختلفة أمام المبتكرين ورواد الأعمال. التكنولوجيا والابتكار دور الهام في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وقد أظهرت العديد من الدراسات التي أعدت قبل صياغة خطة التنمية
المستدامة لعام 2030 مدى مساهمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية. وفي ضوء التطور التكنولوجي الهائل الذي يمر به العالم، بات تشجيع الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال فرصة مواتية لمعالجة البطالة والتمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. إزاي نقدر نعمل مدن وحاضنات لهذا الشباب بحيث ان هو يقدر افكاره ترى النور ويبدع ويلاقي بيئة صالحة ان هو يكون موجود وافكاره ترى النور؟ اعتقد ان ده اولوية من اولويات الدولة المصرية في بناء الانسان المصري. يجب ان يكون قطاع التكنولوجيا هو قطاع بيلعب دور اساسي في زيادة هذه الصادرات، ويمكن وجود سيادة الوزير النهاردة معنا يمكن أن يدينا الضوء، يعني يلقي الضوء على ما هي الخطوات التي تقوم بها الوزارة فيما يتعلق بزيادة الصادرات المصرية للخارج في مجال التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات. مناقشات النواب والتي أعقبها عرض لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت أكدت على الدور المهم للتكنولوجيا والابتكار في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة، لتتم الموافقة على إحالة الموضوع إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإعداد تقرير يعرض على المجلس. أقترح على حضراتكم إحالة موضوع الطلب المناقشة العامة والمناقشات التي دارت حوله وبيان السيد الوزير إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس. فهل توافقون حضراتكم على ذلك؟ موافقة. الجلسة العامة لمجلس الشيوخ تضمنت أيضا عرض توصيات لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تعميق التصنيع المحلي وتنمية الصادرات، وتمت الموافقة على ما انتهت إليه اللجنة وإحالته إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد من توصيات. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار بإلغاء مسابقة 30,000 معلم نتيجة لعدم توافر مخصصات مالية بالموازنة الجديدة 2022-2023. وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن مسابقة 30,000 معلم قائمة كما هي دون إلغاء، وسيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المسابقة بشكل رسمي في مؤتمر صحفي خلال الفترة المقبلة. وأوضحت الوزارة أن العمل جار على إعداد وتحديد المواصفات الفنية والتربوية لاختيار معلمين ذوي كفاءة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على أن يتم التقديم في المسابقة إلكترونيا على بوابة الوظائف الحكومية. وجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوي برفع كفاءة عمليات المعالجة وتدوير المخلفات بمصنع السلام للمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة. وخلال جولة تفقدية لوزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة للمصنع، أكد شعراوي أن الحكومة تعمل على رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين. قام وزير الطيران المدني محمد منار بجولة تفقدية موسعة بمدار سفنكس الدولي لمتابعة المراحل النهائية في تنفيذ مشروع تطوير المطار وزيادة طاقته الاستيعابية لتصل إلى 1.2 مليون راكب سنويا. وخلال الجولة تابع وزير الطيران المدني أعمال التطوير والإنشاءات التي يتم تنفيذها بالمطار والتي وصلت إلى مراحلها النهائية، وتشتمل على توسعة مبنى الركاب وزيادة المساحة الإجمالية للمبنى لتصل إلى 24,000 متر مربع بدلا من 3,600 متر مربع. وقال
وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مشترك مع شركة إعمار مصر للتنمية بهدف تنسيق الجهود المبذولة للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي للقرى الأكثر احتياجا. في إطار هذا البروتوكول تقوم الشركة بدعم مؤسسة حياة كريمة بمليار جنيه يتم تخصيصها لاستكمال مشروعات التنمية المستدامة والخاصة بتطوير ورفع كفاءة كافة القطاعات مثل قطاعات الخدمات الصحية والاجتماعية وخدمات البنية التحتية الأساسية. يأتي هذا البروتوكول ضمن سلسلة من الشراكات التي تسعى مؤسسة حياة كريمة لعقدها مع مختلف الجهات ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة بهدف توحيد الجهود المشتركة للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية. تواصل القافلة الطبية التي أطلقتها مديرية الصحة بأسوان أعمالها لليوم الثاني على التوالي بقرية أدندان في محافظة أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. يتم خلال القافلة توقيع الكشف على المترددين وصرف العلاج الذي يتوافر منه حوالي 130 نوع بالمجان وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لإجراء عمليات جراحية وعمل أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي بالمجان. أعلنت مؤسسة حياة كريمة استمرار أعمال التنمية الشاملة في محافظة الشرقية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأوضحت المؤسسة أنه تم إنجاز العديد من المشروعات في قرية الإخيوة بالمحافظة كالمجمع الحكومي والمجمع الزراعي والوحدات الصحية إلى جانب القطاع التعليمي ومعالجة الصرف الصحي بالقرية. تفقد محافظ مطروح خالد شعيب صومعة الغلال بمنطقة الشمامة مدينة الحمام. وتابع محافظ مطروح عملية توريد القمح بداية من دخول الشاحنات المحملة بالأقماح الصومعة وأخذ العينات لقياس نسبة الرطوبة ومعدلات الشوائب. وأوضح المحافظ أن السعة التخزينية بالصومعة بلغت 45 ألف طن مؤكدا أنه تم حتى الآن توريد 6000 طن قمح ومن المتوقع زيادة التوريد لنحو 7000 طن. تابعنا كل التيسيرات اللي تمت واللي وفرتها الدولة سواء للعربات النقل أو للمزارعين أو للمواطنين اللي بينقلوا القمح بتاعهم. النهارده شفنا عدد اللجان الحمد لله، لأن عدد اللجان كويس جدا وزايد عشان ييسر على المولدين الاستلام بتاعهم في أسرع وقت ممكن. توافقنا النهارده الشمامة أو صومعة الشمامة، هذه الصومعة الساعة التخزينية ليها 45 ألف طن مع بداية الموسم النهارده. يمكن بدأنا وشوفنا النهارده وصلنا 6000 طن النهارده مع المتابعة اليومية ليهم من خلال تقرير مشترك بيجيني من خلال مديرية التموين ومديرية الزراعة وهيئة سلامة الغذاء ومدير صومعة الشمامة، بالإضافة إلى المراقب عام مطروح. يعني إن شاء الله احنا متابعين، احنا بنقول إن يعني خلال هذه الأزمات والعالمية والمتغيرات اللي احنا بنشوفها اليومين دول، فإن شاء الله يعني نصل بإنتاجنا بإذن الله تعالى إن احنا نصل للاكتفاء الذاتي، وده من خلال إن احنا نحافظ على المنتج بتاعنا وإزاي إن احنا نحافظ على تخزينه. والآن جاء موعد الأنباء الاقتصادية. نتحول إلى زميلتي آية كافوري. إليك آية، تفضلي، أهلا بك. شكرا نهى، شكرا ياسر. والآن نتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس 2022 نحو 3 مليارات و300 مليون دولار، ومعدل زيادة بلغ 12.8%. وأعلن المركزي أن التحويلات سجلت خلال الفترة التراكمية من يوليو 2021 إلى مارس 2022 ارتفاعا بمعدل 1.1% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 23 مليار و600 مليون دولار.
أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 2,700,000,000 دولار خلال شهر فبراير الماضي، مقابل 3,282,000,000 دولار لنفس الشهر من العام السابق، وبنسبة انخفاض قدرها 29.4%. وأشار الجهاز إلى زيادة قيمة الصادرات بنسبة 41%، حيث بلغت 4,212,000,000 دولار خلال شهر فبراير 2022، مقابل 2,092,000,000 دولار لنفس الشهر من العام السابق. كما أشار الجهاز إلى زيادة قيمة الواردات بنسبة 1.2%، حيث بلغت 6,282,000,000 دولار خلال شهر فبراير 2022، مقابل 6,074,000,000 دولار لنفس الشهر من العام السابق. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن مصر ورواندا ترتبطان بعلاقات ثنائية متميزة تعكس دور القاهرة في تعزيز مسارات التنمية الأفريقية ودعم الجهود الإقليمية في القارة لإرساء قواعد التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063. جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقاها نيابة عنها إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية في افتتاح فعالية منطقة الأعمال المصري الرواندي والذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية. ووجهت الوزيرة دعوة للشركات الرواندية للاستفادة من الفرص والمبادرات التي تتبناها مصر مؤخرا لتحقيق التنمية الصناعية وفقا لرؤية مصر 2030. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا الاستمرار في تنفيذ خطة التطوير الشامل ورفع الكفاءة بمختلف شركات القطاع العام البترولي. وشدد الملا خلال جولة تفقدية لمشروعات بالإسكندرية على حرص القطاع على تبني زيادة الإنتاج من مشروعات البتروكيماويات كهدف رئيسي لإحلال الواردات بمنتج مصري، مؤكدا وجود دعم قوي ومستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي لجهود قطاع البترول في مجال تعظيم الاستفادة من مشروعات القيمة المضافة. أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي وبضغوط مبيعات عربية وأجنبية. وتراجع رأس المال السوقي بنحو 5,100,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 689,057,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر إي جي إكس 30 اليوم عند مستوى 10,534 نقطة، أي متراجعا بنسبة 69% في المئة، وأغلق أيضا عند 10,461 نقطة. أما مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 فقد تراجع أيضا بنسبة 18% وأغلق عند مستوى 1,821 نقطة. أما عن مؤشر الشركات الأوسع نطاقا إي جي إكس 100 فقد تراجع بنسبة 3% مغلقا عند مستوى 2,758 نقطة. وإلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. وسجل الدولار الأمريكي سعر الشراء وصل اليوم إلى 18.23 جنيها وسعر البيع 18.31 جنيها. عن اليورو سعر الشراء 18.99 جنيها سعر البيع 19.08 جنيها. نصل معكم للجنيه الإسترليني سعر الشراء 22.33 جنيها وسعر البيع 22.45 جنيها. وبالنسبة للدرهم الإماراتي وصل السعر اليوم إلى 4.96 جنيها وسعر البيع 4.98 جنيها. أما عن ريال السعودية أخيرا فقد وصل سعر الشراء اليوم إلى 4.86 جنيها وسعر البيع 4.88 جنيها. من أسواق العملات إلى أسواق المعادن النفيسة، حيث تراجعت أسعار الذهب العالمي مسجلاً 1,797 دولاراً و82 سنتاً للأوقية. أما على الصعيد المحلي فقد سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 921 جنيهاً ولمس عيار 21 سعر وصل إلى 1,575 جنيهاً، في حين لمس عيار 24 سعر وصل اليوم إلى 1,228 جنيهاً. وأخيراً سجل الجنيه الذهب سعر وصل إلى 8,600 جنيها. عن أسواق البترول العالمية، تباينت أسعار النفط بعد أن أثارت إجراءات إغلاق واسعة النطاق في الصين وبيانات اقتصادية صينية ضعيفة المخاوف من ركود عالمي، لكن الأسعار حظيت ببعض الدعم مع اقتراب الاتحاد الأوروبي من حظر واردات الخام الروسي. وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت 18 سنتا ووصل السعر اليوم إلى 111 دولاراً و37 سنتا للبرميل، وانخفض بنسبة 2%. أيضا في المقابل ارتفعت العقود الأجلة
الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من دولار أو بنسبة 1.1%، مسجلا سعر وصل إلى 111 دولارا و71 سنتا أيضا للبرميل. انخفضت أسعار المازوت عالميا، ووصل السعر اليوم إلى 3.90 سنتا للتر، أي بما يعادل 44%. أما عن الغاز الطبيعي فقد ارتفعت الأسعار اليوم بنسبة 4.79% مسجلا سعر وصل إلى 8.03 دولار لكل مليون وحدة حرارية. قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المملكة في طريقها لزيادة إنتاجها النفطي إلى أكثر من 13 مليون برميل يوميا وبحلول عام 2027. وأضاف وزير الطاقة السعودي أنه يمكن الحفاظ على الإنتاج عند هذا المستوى بمجرد الوصول إليه إذا احتاجت السوق ذلك، لافتا إلى أن تحول إنتاج الطاقة إلى الغاز والطاقة المتجددة محليا سيتيح مليون برميل يوميا من النفط للتصدير. تخلت البورصة السعودية عن مكاسبها السابقة لتغلق على انخفاض مع تضرر معنويات المستثمرين من عمليات بيع الأسبوع الماضي وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي. ونزل المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 1.8%، كما تراجع مؤشر البورصة القطرية بنسبة 1.6%. هذا أيضا وتراجع بورصات الخليج الأسبوع الماضي، فيما يعكس قلق المستثمرين من تسارع ارتفاع التضخم الذي سيدفع لزيادة كبيرة في أسعار الفائدة ويهدد النمو الاقتصادي العالمي. إلى هنا مشاهدينا تنتهي جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى ياسر ونحو إليكم. شكرا جزيلا لك آية. ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن مؤسسة الموانئ الكويتية أوقفت حركة الملاحة مؤقتا في الموانئ الثلاثة التابعة لها نتيجة لسوء الأحوال الجوية. وأضافت وكالة الأنباء أن الموانئ الثلاثة هي الشويخ والشعيبة والدوحة. مرة أخرى نعود إلى آية كفوري، ولكن هذه المرة مع الأخبار الرياضية. أخبار الرياضة إليك آية، تفضلي. شكرا لكم، والآن محليا وعالميا نتابع أخبار الرياضة. أعلنت رابطة الأندية جدول مباريات بطولة الدوري الممتاز لموسم 2021-2022 من الجولة 24 وحتى الجولة الأخيرة للمسابقة. وأعلنت الرابطة موعد انتهاء الدوري الجاري من خلال إقامة مباريات الجولة 34 والأخيرة يومي 29 و30 من أغسطس المقبل. كما أعلنت الرابطة موعد المباريات المؤجلة لفريق الأهلي حيث يلتقي مع الجونة يوم 5 من يوليو المقبل، كما يلعب الأهلي مع الإسماعيلي يوم 20 من يوليو، ثم يواجه الأهلي فريق المقاولون العرب يوم 30 من يوليو. كما حددت رابطة الأندية يوم 17 من يوليو موعدا لمباراة الأهلي مع بيراميدز ضمن منافسة الجولة 25، وذلك على استاد الدفاع الجوي. فاز غزل المحلة على ضيفه إسترن كومباني بهدف نظيف في الجولة 19 من الدوري الممتاز. بهذا الفوز رفع غزل المحلة رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع، بينما توقف رصيد إسترن كومباني عند 11 نقطة في المركز 17. وفي البطولة نفسها يلتقي الجونة غدا مع مصر المقصة على استاد خالد بشارة في الجولة 19. وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها يحل الاتحاد السكندري ضيفا على فيوتشر على استاد السلام، بينما يستضيف الزمالك فريق طلائع الجيش على استاد القاهرة الدولي. توج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية للأندية للكرة الطائرة بعدما تفوق في المباراة النهائية على الترجي التونسي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. وتفوق الأهلي في الشوط الأول من اللقاء بنتيجة 25-22 قبل أن يحسم الشوط الثاني بنفس النتيجة، بينما جاءت نتيجة الشوط الثالث لصالح الترجي بنتيجة 26-24، واضطر الأهلي لخوض الشوط الرابع من المباراة والذي نجح في حسمه لصالحه بنتيجة 25-17 ليفوز بالمباراة ويعلن تتويجه باللقب. انتهت جولتنا الرياضية، عودة مرة أخرى إلى نهاية. ياسر إليكم. شكرا جزيلا لك آية.
يشهد شمال الهند سلسلة من الموجات شديدة الحرارة، وصلت فيها درجات الحرارة لنحو 49 درجة مئوية سجلت في العاصمة نيودلهي. وبعد مارس وإبريل اللذين شهدا درجة حرارة قياسية، يشهد الشمال هذا الشهر الأكثر سخونة منذ عام 1966. هذا ويقال إن نقص الأمطار أحد أكبر أسباب درجات الحرارة شديدة الارتفاع، وفقا للأرصاد الجوية الهندية. وشوهد الكثيرون اليوم وهم يستريحون في ظل جسر قرب نهر يامونا، وأكدوا أنهم غير قادرين على القيام بالعمل بشكل كبير بسبب الحر. ومن ارتفاع درجات الحرارة في الهند إلى درجات الحرارة المحلية والعالمية وأخبار الطقس مرة أخرى مع آية كفور. إليك آية. شكرا لكم، ولنتابع أحوال الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظة نبدأها من القاهرة العظمى 30، الصورة 18، الإسكندرية 25-17، مطروح 24-16 وبورسعيد 26-17 والإسماعيلية 30-18. أيضا السويس سجلت العظمى 30 والصورة 18، العريش 25-16، طابة 32-19 وشرم الشيخ 33-23 والغردقة 32-22. الأقصر أيضا العظمى 39، الصورة 24، أسوان 40-24، الوادي الجديد 37-23 وشلاتين 36-23، وأخيرا حلايب العظمى 29 والصغرى 21. أما مشاهدينا عن درجة الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية نتابعها الآن. انتهت نشرة الأخبار، وإليكم أهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس السيسي يوجه بتحقيق أقصى كفاءة إنتاجية واقتصادية لموارد مصر الزراعية. مدبولي يشدد على سرعة الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية على قانون التصالح في مخالفات البناء. الدفاع الروسية تعلن التوصل لهدنة بمجمع أزوفستال للصلب في ماريوبول لإجلاء الجرحى. انتهت نشرة الأخبار، ولكن نبقى مع برنامج التاسعة مساء والزميل العزيز يوسف الحسين. ازيك يا ياسر، ازيك يا نوح، سعيد والله بوجودي معاكم النهارده. يعني اثنين من أعمدة الأخبار في مصر والله. شكرا جزيلا لك، يعني من ألف شكر ليكم، واستأذنكم نبدأ فقرتنا.